بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باقي مباراة واحدة على الدوري 6، المحترف 3. نشوف هذه المباراتين. بيكا ومن بيكا يا جماعة، وكرة نار وهيك العملاق، فتخريب على كيف كيفك. هل لازم السم على الفارسة؟ طبعا شوف كيف الخفافيش شكله. بعد في سيار هنا، حلو. السياف مات و سباركي كملت، يعني قتلنا السياف، كسبنا انه قتلنا السياف. لازم نسم الان، الحين لعبت قدام عشان مسبك، طلع في بيكا بعد. مشكلة والله، مشاكل كثير. الحين لازم سباركي بسرعة. سبارك ضربت السياف، ضربت هنا القهر والله. أربع بطايق راحت كذا، راحت ملي سبت قنبلة الهيكل، قهرني مرة من جد هذا الاندونيسي. هنا الحمد لله مفتاح الفوز، مات السياف. روعة من جد روعة. اختبار قوي تشكيلتي طبعا، أقوى اختبار. هذه الخطة اللي يلعب فيها الخصم، لو لعبت عملاق بيلعب البني بيكا ويسد العملاق، لو لعبت خنزير ممكن بيلعب عصار وكذا، لعبت منطاد طبعا عصار، كرة نار، فارسة. الآن بتجينا كرة نار وفارسة بعد، الله يستر الله يستر من المباراة الجاية يعني. ولو انه يعني خلاص يعني في عتبة ذهبية هي عند درجة 9، ما راح اخبط عنها. هنا والله خبصت بالاسهم، اول شيء لعبت الفالكري بخبص بالاسهم بعد الـ هنا بعد السم ما كان له داعي، ما استفدت، ما ماتت العنقاء يعني. رهيبة ساحرة الليل، هذا اللي أكيد يعني نعرفه دائما. الحمد لله وقفنا هذا نظرته. شوف شايفين الأسهم كيف؟ أنا طبعا حطه كذا عشان خايف أضرب القلعة. هنا راحت سباركي، بس على الأقل سوت شيء. أعوذ بالله العنقاء سريعة، أعوذ بالله. بعد في كرة نار، مشكلة. لازم يجيب التعادل طبعا عشان، ولو انه يعني المباراة ممتعة وانا يعني يمديني يعني انا مكسر كثير من البورت اليسار، فلكن أساسيات الخصم لا يجيب التعادل. حاول قد ما تقدر الدفاع أول. الحمد لله فارسة كرة نار هنا كرة نار، ثلاثة كرة نار وقبلها اثنين تجميد. بسم الله آخر خطوة على الغلم بالأخير. هذا الشيء مو بزين، هذا ما زين والله هذا ما زين من جد. الغلم بالأخير الأخير، لا حتى بعد لا تقول لي لوك بيت، ما هي بلوك بيت. قلك سياف موجود، ما يستر
سياف موجود يعني. أيوة سياف، ساحر كهرب، فتجميع مضادات، الله ياخذهم. بسم الله ما يستر، الله يلعنك، الله يلعنه، الله يلعنهم. بس حلو، يا الله تدمير شامل في سباركي، قاعد اجلد بيكا وساحر كهرب يا جماعة، شيء ما هو سهل. انت جميل، لا تنسون. الله يعين. حلو 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 حلو، كلب هذا، كلب كل معنى الكلمة. ولا بدأ بالبداية بيكا ساحر كهربائي وتجميد، الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله باقي ايش. غريبة، انا وين؟ والله قهر. المفروض أكون وصلت لمحترف 3، ثلاث انتصارات المفروض، 1-2 هذه مباراتين وأنا جايب 3 انتصارات وربع. يلا بسم الله. أشياء غريبة بهذه اللعبة، جلتشات أو شيء. الله يعين. بسم الله، الوضع ما يطمن. شكله فيك بعد. أيوة اوكي زين، الله يعين. بس الشغلات هذه يعني تطمن شوي. شكل ميجانايت يظل يعني ميجانايت اهون من بيكا اللي كنت العب غولم طبعا. يا ربي بس كلاب، ايش هذا؟ انا حتى لما تلعب منطاد معاه ساحر كهرب بيكون صعب. لعبة كريهة. يا
ما هي مشكلة والله. طبعا هذه حركاتهم الكلبية دائما. الحفار وكذا. الله أكبر، الحمد لله. أصعب مباراة إن شاء الله. يا سلام يا الله، هالمحترف ثلاثة. طبعا الغلم يعني صراحة خطة رهيبة. مشوار صعب، مشوار صعب. الدرع الأزرق، أوكي هذا ما شاء الله نجمة. ممثل البطل. أنا محترف ثلاثة الوحيد بالقبيلة اللي محترف ثلاثة. ما هو سهل المشوار، خاصة أنك يعني تخسر وتهبط في بعض الدرجات، درجتين يعني بكل 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 درع. الحمد لله. مشوار نعيد هنا. وتحدي واحد، تحدي اثنين، ثلاثة، محترف واحد، محترف اثنين، محترف ثلاثة، الدوري ستة، باقي ناخذ الدوري سبعة البطل. يعني وناسة وناسة الدوريات والدروع. حاول بعد أجيب 7000 و درع سبعة كؤوس 7000. وناسة كذا بنظام دروع شيء والكؤوس شيء، يعطيك حماس، فعلا يعطيك حماس. يعني ممكن يعني اللي ما تحصلوا بالكؤوس تحصلوا بالدروع مسار الدوري، فما يجيلك احباط، ما يجيلك تحطيم، تستانس تنبسط اكثر باللعبه. بعد اللي شفته لازم اشتري سباركي. يعني واحد
حلو، حتى ساحر الثلج ممكن أطوره، صرفية ممتازة. وين جيب باتل ولا ذاولا ونيت ال 300,000 أو لا 275,000. كان عندي 700 وشوي أو 800 وشوي. حلو، تستاهل ذي التشكيلة، يستاهلون ذي البطايق، ذول البطايق. باقي تشكيلة كلب الحمام أشوف، أو تشكيلة أحط الغول العملاق مثلا مكان الغلم، أيضا فكرة، أو العملاق الملكي مكان الغلم أيضا فكرة. نخفف التشكيلة شوي، أو العملاق مثلا. أوه يا سلام، كذا نقدر نحط البيكا بدال هذه 4 فاصل، يعني معقولة شوي، ولو انه في مخاطرة بدون ساحر بدون سياف مع البيكا، يعني ممكن ننزل هذا، يعني مفروض نسخت التشكيلة الغلم وحطيته مكان أحد التشكيلات ذي. هي تشكيلات قديمة لكن خلاص الذكريات تأخذ مكان ما له داعي، بس حاطة ذكريات تذكرني ببعض المباريات وسوالف مع شبكشن. فبرجع خطة الغلم هذه بنسخها. طيب نسخ بدال هنا منطاد، اوكي بدال، والله ذي الخطة مبشينة. نجرب بعدين خطة الاكسبو بعد. طيب مثلا وهنا نرجع الغلم ونجيب 4.9 على كثير، ولو انه مبشينا بعد 4.5 كذا. ممكن اجيب من بيكا مثلا، ساحرة الليل نحتاج لوقت كثير عشان نرقيها. حتى سباركي نفس الشيء، نتوقف على 13 وهذه مشكلة يعني، بس يلا 75,000 عادي. نرجع نشوف الانتصارات. تشكيلة بصراحة بطلة من جد، هذول خصوم صعب فوز عليهم بالمنطاد، يمكن نقدر نقول مستحيل. المباني ذي مع ساحر الكهرب، شوف كيف الكلاب، تسلا ساحر كهرب، بعدها برج قنبلة وساحر كهرب وفارسة ومبنى، يعني صعب مستحيل مع المنطاد. وهذا بيكا ومن بيكا وإعصار وكرة نار، منطاد ما يعدي ما يمشي. أوكي هنا البرج النار بعد، فأربع انتصارات ورا بعض ضد خصوم صعبين جدا بأي تشكيلة ثانية، مستحيلين تشكيلة المنطاد مثلا. يعطينا نشوف كيف من بيكا وبرق وبيكا، يعطينا مؤشر انه التشكيلة رائعة وناجحة. اتمنى تكونوا استمتعتوا، الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسون اللايك، باقي مستوى عشان اوصل ماكس 50.